يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم طلب الأجرة على تعليم القرآن وتدريس القرآن الكريم وطلب راتب معين على ذلك؟ لا بأس بذلك، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله كما في صحيح البخاري، لولا هذا ما تعلمونا في القرآن، حد جاي يتبرع بدرس الناس، ولم فرض النفس وتارك الكف طلب الرزق بدرس الناس، لازم يعطى ما خلق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض السائل العلماء يقول إن كان إن الله مغنيه هو ما يأخذ يحتسب الأجر، أما إن كان إنه بحاجة فإنه يأخذ، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.